All I got is so bad, broke my broken will and I can't go again. هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا قبل ما نبدأ المقطع حبيت أقول لكم حاجة، تراني نزلت مقطع الساعة 10:30 الصباح، هذاك المقطع مفروض ينزل الساعة 2 الحين لكن نزل الساعة 10:30 بالغلط، فإذا ما شفتوه أرجعوا شوفوه لأنه مقطع مهم يتكلم عن إيش راح يضاف للأونلاين في عام 2019، مقطع مهم أرجعوا شوفوه بعدها تعالوا لهذا المقطع. طبعا مقطعنا اليوم راح يكون فيه له حرق للأحداث، فإذا ما ختمت اللعبة تقدر تتخارج من المقطع. طبعا مقطعنا اليوم راح يكون ايش راح يصير اذا رحت لاماكن مخيمات العصابة القديمة، فيلا نخش في المقطع. طيب اول مخيم راح نزوره راح يكون المخيم اللي في الثلج اللي كان في بداية اللعبة، وشوفوا لما تزوره ايش يصير. طبعا زي ما سمعتوا جون لما يزور هذا المخيم راح يسمع أصوات بعض أفراد العصابة، على سبيل المثال في هذه المرة سمع اللي هو المس كريم شو، المرأة الكبيرة اللي معانا في المخيم. فالآن ننتقل للمخيم الثاني اللي كان موجود بالقرب من مدينة الفالنتاين. Been tough few weeks. Awful. But we've been through this before. If you say the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off a kid. So just do one thing or another. Not be two people at once. That's all I'm saying. It ain't that simple. You know that as well as anyone. I'm here to tell you, that money in Blackwater, forget about it. It'll come with a noose. I was worried you'd say that. طبعا المخيم الثاني كان فيه مجموعة كبيرة من الذكريات اللي جون قاعد يتذكرها كل ما يزور المكان. أحيانا يسمع أصوات أفراد العصابة يغنون غنيتهم المشهورة، أحيانا نسمع صوت خافيير سكويلا، أحيانا نسمع صوت بيل ويليامسون، أحيانا تسمع صوت شارلز، أحيانا تسمع صوت خوسيا، وأحيانا تسمع صوت الأسطورة آرثر مورغان يناقش جون مورستن في بعض المواضيع حول ابنه، وأيضا يناقش جون مورستن انه انتبه ابدا تروح لي اللي هو المال الموجود في بلاك ووتر لانك راح تمسك من البينكرتون. صراحة شيء جدا جدا رهيب انك تزور الاماكن القديمة وتسمع الاصوات الرهيبة هذه حق افراد العصابة، تخليك ودك ترجع مرة اخرى وتلعب اللعبة وتختمها. فالان ننتقل للمكان الثاني او المخيم الثاني الموجود بالقرب من مدينة رودز. It ain't like that. I think that's simple. Not this life. I know. I treated Jack bad. Abigail, too. I didn't want to believe he was mine. Mr. Gray, you're saying out here. Problems with the family. A family of the generals. That poor kid. We chose this life. He didn't. I don't know.
think this life chose us. أغلب الذكريات اللي ذكرها جون مورستن في هذا المكان راح تدور بينه وبين أبيجيل، وأنه أبيجيل ما هي عجبتها الحياة هنا وتبى تترك الحياة الإجرامية وتبى جون مورستن يتغير. وأيضا في أحد الذكريات اللي ذكرها جون مورستن كانت أبيجيل تنادي وين ابني وين ابني، اختطفوا ابني اختطفوا ابني. كنا نعرف انه في احد المراحل جاك يختطف من قبل البريثويتس وانتو تنقذونه، فذكر جون مورستن هذه الذكرى لما جال هذا المكان، اضافة الى بعض الذكريات مع افراد العصابة لما كانوا يغنون، وايضا مع ارثر بن مورغان اسطورة الاساطير. الان ننتقل للمكان اللي بعده اللي بالقرب من مدينة الساندينيس. That's how you get a good point. Come on, my turn now, please. Oh, no. We don't need you getting in no more trouble. Seems like something's changed. You've changed. I don't know how to say it. Come on. Who is Dutch says? Go be with your friend. What has happened to you, John? You lost all your heart. I'm just trying to stay real about all this. Real? Oh, how I detest that word. So devoid of imagination. طبعا أغلب الذكريات اللي ذكرها جون مورستن في هذا المخيم راح تكون بينه وبين دوتش، لأنه في هذه المرحلة كانت العلاقة بين دوتش وجون مورستن جدا جدا متوترة. دوتش يقول له ليش انت تغيرت، ايش صار فيك، بينما جون يرد انما انا فقط راح اكون واقع حول الامر. يعني بعض النقاشات الحادة بين الاثنين. وايضا في احد الذكريات جون مورستن يلعب مع جاك مورستن. وايضا في بعض الذكريات كان ارثر مورغان يتكلم مع جون مورستن، فصراحة شيء جدا جدا رهيب انك تسمع اسطورتين يتكلمون مرة اخرى كذكرى. الآن ننتقل لآخر مخيم في أنسبرغ وآخر مخيم للعصابة. طبعا في هذا المخيم جون مورستن ما تذكر العديد من الذكريات، لأن العصابة كانت على نهايتها وعصابة كانت جدا مفككة. فقط جون مورستن تذكر دوتش لما يقول مقولته الشهيرة I have a goddamn plan، إنه أنا عندي خطة. فقط تذكر هذا الشيء جون مورستن، وأيضا مجموعة من الحوارات الأخرى أنه أنت ابني إلى آخره. لكن جون فقط تذكر دوتش لما يقول له I have a goddamn plan. فصراحة شيء جدا جدا رهيب أنك تروح للأماكن هذه وتسمع صوات العصابات، الأساطير منهم والسيئين منهم. فجربوا روحوا الأماكن هذه أو أماكن المخيمات وشوفوا إيش تسمعون. إذا سمعتوا شيء جديد اكتبوا لنا إياه في خانة التعليقات وشاركونا آراءكم. طيب كيف وصلنا معاكم لنهاية المقطع؟ لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة تدمير شامل. يلا سلام عليكم.